فيما يخص الثقافة والفنون والجديد، وكمان نتابع ونكون قريبين جدا من كل المنتديات وحتى من كل الفعاليات اللي بتهم وبتخص جانب اللي هو الدراما عموما، جانب الثقافة، جوانب الفنون. طيب سعيدين جدا يكون معنا عبر الهاتف واحد من نجوم الفن والدراما مؤسسين يعني هسه من أعمدة الدراما في السودان، الأستاذ جمال عبد الرحمن. أستاذ جمال صباح الخير. صباح النور عليكم وصباح النور على كل مشاهدي السودانية 24 ومستمعي برضو الإذاعة، وأنا سعيد بالليل من الصباح يعني أشوفكم وأسمعكم. يا سلام يا أخي، حظنا شديد إحنا والله، صباح السعادة عليك. نتمنى لك يوم سعيد. أستاذ جمال، اليومين دي لا صوت يعلو فوق صوت الاقتصاد، الناس كلها تتكلم عن الاقتصاد، المشاكل الحاصلة، الدولار تجنن الناس، يعني مشاكل كثيرة بتواجه الاقتصاد السوداني في اليومين ديل، فالدراما عندها دور برضو أعتقد في موضوع الاقتصاد والثقافة الاقتصادية بشكل عام. أيوة صح، الله يخرب ما يرفع الاقتصاد يعني. نحن أمس عملنا ورشة عن دراما الثقافة الاقتصادية، وقدمت ورقة من دكتور مبارك عبد الصالح وهو رئيس خبير اقتصادي عن الثقافة الاقتصادية. وهي ورقة كبيرة، نحن بعد ذاك جمعنا كمية من المخرجين والمؤرخين والممثلين والنقاد والإعلاميين، وعملنا ورشة عن دراما الثقافة الاقتصادية بمسرح الفنون الشعبية. أمس كان الساعة 12:30 وأتحدث فيها الدكتور الورقة، قدم الورقة على الثقافة الاقتصادية وعقب عليه وسعد اللي ومعوية، وبعديها سيد فريق، وبعديها انا قدمت ورقه على الثقافه الاقتصاديه وناقشها اخونا الدكتور طارق البحر، وكانت يعني عن توعيه الناس على الثقافه الاقتصاديه اللي هي فيها مفهوم كثير خاطئ وفيها كثير من المشاكل بالنسبه لكل المستويات في الدوله وفي الشعب يعني. طيب استاذ جمال، عايزين نقف اكثر على المخرجات اللي كانت خاصه بالمنتدى اللي اقيم بالامس واللي هو دراما الثقافه الاقتصاديه. انتوا اخذتوا كمان ذاك نموذج استصحبتوه معاكم، يعني مخرجات المنتدى اللي كان. ايوه، وحقيقه انا دكتور مبارك بيقدم ورقه والله شيقه جدا، انا اتمنى الناس تطلعوا عليها، عن الثقافه الاقتصاديه. وفي مشاكل بسيطه جدا الزول بيعملها بتاثر هي في الاقتصاد بتاعنا، لكن الناس ما متفقين لها. وفي حاجات كبيرة بيعملوها مسؤولين هم برضه ما منتبهين لها، بتأثر برضه في الاقتصاد، فدي قاعد مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. احنا فهمنا الورقة وحنحاول نحولها لدراما كثيرة مختلفة. يعني حنبدأ بمستوى الأطفال في المدارس والرياضة الأطفال وشرح الثقافة الاقتصادية اليوم، ومعرفش يعني اقتصاد يعني، بدأتهم يفهموا من زمان صغار، وبعدين حنمشي المستويات الأكبر في الأساس وفي الثانوي. لحد ما نصل للجامعات بنصل برضه بمستوى الفهم لمعنى الدراما الثقافه الاقتصاديه، وبعدها حنقدم دراما عامه في الاذاعات والتلفزيونات، وكل عمل طبعا برعايه قناه السودانيه 24، هي طبعا قناه مربيه الفهم الاقتصادي العالي لان هي متخصصه فيه. وان شاء الله بنقدم اعمال دراميه كثير ان شاء الله في الفتره الجايه عن الثقافه الاقتصاديه ان شاء الله. الدراما عادة يا أستاذ جمال هي بتعالي تشوهات المجتمع، إذا كانت اقتصادية أو ثقافية أو مجتمعية بشكل عام، فدور الدراما أنه تطرح قضايا عندها تأثير أو عندها علاج أو تطرح علاجات حتى إذا كان للحكومة أو إلى المجتمع نفسه، فالحاجة دي ممكن نشوفها عما قريب شديد ولا لسه دائرة تجهيز ولا دائرة منه اللي يشجع الحاجة دي؟ لا والله نشوف، هي طبعا المشكلة الأساسية في الدراما هي الاقتصاد بتاع ذاته يعني انت المشكله الاساسيه في الدراما هي الانتاج. لكن في الفتره الجايه يعني احنا خاطين في ظرف شهر من الان ان شاء الله نبدا اول انتاجات الثقافه الاقتصاديه او دراما الاقتصاد الثقافه الاقتصاديه، لان محتاج لشغل كبير جدا. لكن احنا عندنا خطه برضه معموله لجنه لتنفيذ الدراما دي، فنحن اتمنى انها هي تنجح في مهامها دي وتنجح في استقطاب الدعم والانتاج، لانه زي ما انت قلت الدراما دي المفروض تصل لاعلى مستويات ولاقل مستويات، لان انا بفتكر في ناس كبار حتى في الدوله عنده مشكله في فهم الاقتصاد نفسه، فلا بد من توعيه كبيره جدا للعاملين الناس المسؤولين وللجمهور العادي. نعم،
استاذ جمال عبد الرحمن، احنا اكيد شاكرين لك جدا مداخلتك وكمان تعريفك لنا اكثر عن المنتدى اللي اقيم وكمان عن الحاجات اللي هم حاضرين. استاذ جمال ما نزلوا عن ملف سري، اهم حاجه شنو ملف سري بنبني نستعيد الان للسفر يعني الفتره الجايه والله ملف سري ملف سري ان شاء الله. نحن الان حطينا في مرحله ان حتورط في خارج السودان. يا سلام. المفروض تمشي الامارات والكويت وقطر، حاجه جميله جدا، دوله على الدول العربيه وبعدين نرجع على السودان ان شاء الله بفترة من بيتين عشان الناس هناك برضه يكونوا متابعين لكم. لا هي غالبا في بداية 3 أو في بداية مارس هو حنبدأ الجولة. يعني احنا الآن في التحضير بتاع إجازة مخصوص في وزارة الثقافة الدول العربية، وبعدها بنبدأ الإجراءات على الإعلانات وإن شاء الله تقدر العروض إن شاء الله. نعم شاكر لك جدا وإن شاء الله ربنا يتمنى لك أكيد دوام التوفيق يا رب. شكرا لك. شكرا أستاذ جمال. شكرا لك أستاذ جمال عبد الرحمن.